الهدف من هذه الابواب المفتوحه هو تعريف الشباب بصفه عامه وطالب التكوين بصفه خاصه على الفرص التي وفرتها الدوله في قطاع التكوين والتعليم المهنيين بصفه عامه وبصفه خاصه تعريفهم بعروض التكوين لهذه الدوره. وان شاء الله بعد الانتهاء من هذه الابواب المفتوحه سنقوم بتنظيم قافله اعلاميه تجوب معظم المناطق النائيه كذلك لتعريف الساكنه بتلك المناطق بالتخصصات المعروضه خلال هذه الدوره.